منذ أن نصبت الحدود السياسية بين الدول، بات من المستحيل لشخص التنقل بين أراضيها دون أن يحمل ما يسمى جواز السفر، وهو دفتر صغير الحجم متنوع الألوان ممهور برمز البلد ويحمل المعلومات الرسمية للشخص. لكن هل تعلم أن 3 أشخاص فقط على وجه الأرض لا يحتاجون جواز سفر لا في حلهم ولا ترحالهم؟ منذ القرن 5 قبل الميلاد ظهرت أول وثيقة تعريفية في بلاد فارس تشبه جواز السفر، لكن أول من اعتمد جواز السفر الرسمي الأقرب للوثيقة المعاصرة كان ملك إنجلترا هنري 5 عام 1414. ثم في عام 1920 أصدرت عصبة الأمم المتحدة إرشادات معيارية لجوازات السفر المعاصرة. ورغم أن جده هو من أقر هذا التقليد الرسمي، فإن ملك بريطانيا اليوم تشارلز 3 يعتبر أحد الذين لا يحتاجون جواز سفر في تنقلاتهم، وهي ميزة يتمتع بها حامل التاج البريطاني دون عائلته. وقد تمتعت بها الملكة إليزابيث 2 حتى وفاتها في 8 ديسمبر عام 2022، لتنتقل الميزة إلى خلفها الملك تشارلز 3 دون زوجته الملكة كاميلا، والتي تحمل جواز سفر دبلوماسي. أما الشخصان الآخران اللذان يسافران دون جواز سفر فهما إمبراطور اليابان وزوجته الإمبراطورة، حيث أصدرت الحكومة اليابانية عام 1971 وثيقة تنص على أنه من غير المناسب إصدار جواز سفر للإمبراطور والإمبراطورة، فلا يمكن إخضاع هؤلاء لإجراءات الهجرة وتأشيرة السفر كأي مواطن عادي، فيما يتم منح باقي أعضاء العائلة الحاكمة جوازات سفر دبلوماسية تميزهم عن غيرهم من المواطنين. عام 2019 تنازل إمبراطور اليابان آكي هيتو عن العرش ضمن حفل تتويج لابنه ولي العهد الأمير ناروهيتو، ليصبح الأخير صاحب العرش ويتمتع بمميزاته التي تشمل السفر دون جواز هو وزوجته الإمبراطورة الجديدة ماساكو. سواء في اليابان أو في بريطانيا، فإن وزارة الخارجية تبلغ البلد الذي سيسافر إليها الملك أو الإمبراطور عبر وثيقة إشعار بتفاصيل الزيارة، ووفقا هذا الإشعار يتم استقباله على أراضي ذلك البلد. ليس جواز السفر فقط، بل إن ملك بريطانيا معفى من حيازة رخصة قيادة سيارة ويمنع من الإدلاء بصوته في الانتخابات، بل يجب عليه التزام الحياد ويتم الاحتفال بعيد ميلاده 2.